انا كانت مقابله سب بين الفريقين، كل واحد كيبحث على العتاق من واخر الترتيب. صحيح انا فريق جديد في الشوط الاول ضيع عده فرص، كنظن انك خاصك تسجل اربع فرص اللي خاصك تسجل، شويه تسرع شويه تجربه ديال دوك اللاعبين المهاجمين اللي كانوا خصهم تجربه، كان شويه الضغط على اللاعب. صحيح في الشوط الثاني صح لم يكن صحيحو، ما كناش كنتظروا ان تسجلنا يسرعوا مره اخرى من ضربه الكليه، فلهذا المقابله الثانيه على التوالي كنديروا مقابله كبيره. رغم حداثه المنظومه التقنيه ديال الفريق هذا كله شباب، ولكن كناخذوا اصابات اللي ما كنستحقوهاش ولازمه كذلك لا نستحقو، فاحنا غادي نمشيو بمزاج المقابله ست نقاط، غادي نمشيو اخر رمق، مازال كاين الامل لو انه ضئيل فاش غنمشيو في الاتجاه، غنحاول نجمعوا الشمل ديال الفريق من الناحيه الذهنيه والنفسيه باش نعاود نلعب مقابلتين في الاسبوع ان شاء الله، غادي نحاولوا مره اخرى نتفادوا الاخطاء، لان جوج مقابلات نفس المشكل كيوقع لينا، فرغم اننا اشتغلنا عليه وكنشوفوا ديال الفيزيوناج وكنشوفوا الاخطاء ديالنا وكنصلحوها، تيبقى دائما يعني التجربه كتلعب الدور ديالها في هذه المقابلات الكبيره، لان تعرف اللاعبين لم يعيشوا هذه الوضعيه، ولا سيما انهم فريق جيم الامل لسنين جوج ولا ثلاثه على الصين، فكنتقول اللاعبين كنشكرهم على اللعب اللي لعبوا اليوم ولا المقابله الاخيره، حان الخط يمكن ان شاء الله يكون حظ المقابله القادمه. فانا عندي دابا الان رابع مقابله مع الفريق، جيت عندهم تقريبا شهر ونص، فكنت في اول مقابله الاولى كنت الاحظ ما يمكن قدرنا نصح ما يمكن نصححوه، ولو تفاجئنا مؤخرا ان اللاعبين الكونغولي موكوكولي في لاك سنترال واللاعب الليبي طاهر غادي خصهم يغادروا الفريق في واحد الوضعيه حساسه، ما كانش عندنا الحق نشدوهم، فحاولنا نفركوا لاعبين اخرين اللي هو فراس واللاعب نور اللي يعني شبان صغار، فراس عنده تجربه ولكن هو ظهير ايسر، ما كانش عندنا يعني الشواء، ولكن نظن انهم قاموا مقابله جيده رغم نور صغار السن ومع تجربه كبيره ومع التجربه ديال فراس كانوا جيدين، فحاولنا بطرقنا السيكولوجيه باش نعطيهم الثقه، داروا لقاءين كبيرين، كيبقى شويه ديال الحظ اللي عكسنا يعني في الهجوم، كما شفتوا المقابله اليوم كنخلصوها في الشوط الاول، ولكن ذاك التوقف دائما حنا كنديو الضريبه غاليه، فالاسبوع الفارق كان وقع توقف ديال 10 دقائق، تسجلنا اصابه مباشره من بعد الركنيه، واليوم كذلك كان واحد التوقف جات للشنان بين بعض اللاعبين، الا كنفقدوا التركيز يعني في الكره الثابته، ولهذا كنظن ان خصنا نبقاو امنين بحدودنا الى اخر المقابله. سؤال؟